الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة على الـ clinical presentation of cardiothoracic diseases and indications for cardiothoracic surgical interventions. الـ respiratory symptoms، يعني هنقسم الموضوع إلى respiratory symptoms و cardiac symptoms. أشهر الـ respiratory symptoms هي الكوف، والحاجة التانية الـ expectoration اللي هو كوف with sputum production، الـ hemoptysis which is a coughing of blood، dyspnea shortness of breath أو بنسمع بعضي النهجان أو النهتة، chest pain، wheezes. في بعض symptoms بتبقى أحيانا different diseases بتاع ال onset of duration of severity وليها associated features. بالنسبة احنا analysis لكل واحدة من symptoms هيت، بالنسبة للكوف according to duration ممكن تبقى acute أقل من 3 أسابيع، sub acute من 3 ل 8، أو chronic cough أكتر من 8 أسابيع، أو ممكن تبقى for years. فيها two types، maybe productive cough أو non-productive cough، يبقى dry كحة ناشفة non-productive، حالة اللارنجيتس، بلوروزي، السموكرز، الدراجز زي الأدوية بتاعت الضغط زي اللي هي ال angiotensin converting enzyme inhibitors تعمل إيه dry cough، أو with اللي هي productive cough بعد viral disease في النمونيا تابرة أوي tuberculosis الدرن أو bronchiectasis. ممكن تبقى ليها بعض الكريتيريا زي الوبن كف اللي هو كان زمان الشعر ديك، او هورس هورس بريسي كف، او مويس كف، او ويزس مع ويزي تشست. ممكن برضو نسأل عن التايمينج بتاعها، المورنينج كف في الجماعة السموكرز، الدي كف موجودة على طول اليوم، نايت كف اللي هي النوكتورنال كف مع اللي هي دراج انديوزد كف في الغالب، او اول دي كف في بعض الأحيان اللي هي ليها علاقة بالسيزون اللي هي الألرجيك كف اللي تبقى في الربيع أو في الخريف، في الوينتر في حالات الأزمة والبرونكايتس. في بعض الريتينج سيمبتومز إف أسوشيت وذ كف، دي معناها إن الكف دي في ديزيز معينة أو سيفير ديزيز موجودة معاها. الكف إنكريز وذ إنتنسيتي أكتر من أسبوع، دي مشكلة. لو كف أسيت مع فيبر، هاي جريد فيبر، هايبرثيرميا. كف أكومبانيت ويز ديسنيا و تشست بين، كف ويز هيموبسيس، كف ويز ديسنيا، كف ويز ويكنس أند ويت لوس، كف ويز شيفرينج، صادن أتاك و سيفير كف، سيفير كف دورينج أن أور وذاوت أني انترفال، أو في إكسبكتوريشن مع الكف دهيت. الحاجة التانية هي البرودكتيف كف أو الإكسبكتوريشن، دي بنعرفها إنها إكسبكتوريشن ريسبيراتوري سيكريشنز. القرار ممكن يبقى وايد كلير أو ميوكويد في حالة الأزمة أو السي أو بي دي أو برونكوجين كانسر، يلو في حالة لو في عندي إنفكشن أكتر، جرينش دي معناها في السي أو بي دي برونكيكسز مع الكرونيك إنفكشن، ريد دي لو في نمونيا أو في هارت فيلر أو أي أسباب من الهيموكسز. الأماونت برضو لازم نحل الأماونت أوف سبيوتم، small amount large، يبقى ايه يقول لك كابس كبيرة في حالة البرونكيكسز ولانج ابسس والامبريما والبرونكوجين كارسينوم بيبقى فيها كميات كبيرة من السبيوتوم. الاودر برضو لازم نعمل اساس الاودر بالذات الفول اودر، معناها ان في انروبيك انفكشن، يقول لك العيان ده انا عندي ريحة البلغم وحشة، او الريلت في حالات اللانج ابسس برونكيكسز والامبريما. الهيموفسيس دي بنعرفها كوفينج اوف بلاد او اكسبكتوريشن اوف بلاد، ذات بيجي من تحت الفوكال كورد. تمام، عندي هنا تور بلاد سبلاي للنج عشان نبقى عارفين اناتومي، في حاجات من البلمونري ارتري وفي حاجات من البرونكيال ارتري. ممكن يبقى عبارة عن شكله ستريكنج اوف كلير سبيوتوم اور لارج امبولوجيكس حتى لنج كانسر واللنج انفارشن والبرمنال اديما. هيموبسيس بيرنت سبيوتم يعني معاها انفكشن بتاعت نمونيا برونكيكسز واللنج ابسس، في بينكش فروثي في حالة برمنال اديما او في هارت فيلر. الاماونت ماسيف هيموبسيس من 200 ل 600 مللي بير داي في حالة كافيتيتنج برمنال تيوبركلوزس او في حالات البرونكوجين كارسينوما برمنال انفارشن او الكارسينويد. الديوريشن والفريكونسي بتاعها ممكن تبقى ديلي فور ويكس اور مانس في حالة التي بي والكانسر والابسس، انترميتنت فور ديز حالة البرونكيكسز، سنجل ابسود في حالة البلمونري انفكشن، بيبقى معاها ماسيف
وتشيست بين وتسنين. ندخل على الأنظمة التانية كارديو فاسكولار سيمتوم، دي أكتر يعني ريليتد للكارديو ديزيزز، أشهرهم الدسنيا، التشيست بين أو ديسكومفورت، الإديمة، بالبيتيشنز النهجان أو فقدان القلب، سنكوب، دوخة، كف. برضو في أذر إيه حاجات سيمتوم أشيتد. المريض طبعا ممكن يجيب واحدة من دول، ممكن يجيب اتنين، ممكن يجيب تلاتة، ممكن يجيب كلهم at the same time. البريثنس أو ديسنيا دي abnormal and comfortable awareness of breathing. As regard abnormal occurs when ممكن تبقى تريست، ممكن مع it's a level of physical activity not expected to cause associated disease مع الهارت، لو في هارت ديزيز او لانج ديزيز او respiratory muscles. بعض الاحيان تبقى associated with anxiety. ممكن تبقى exertion dyspnea، يبقى comes during exertion subsides with rest، دي في حالات الهارت فيلر و لانج ديزيز. اورثوبنيا this is a dyspnea on lying down، يعني العيال يجي ينام على يفرد راسه او جسمه على السرير او ينام على الغدات ما يقدرش ينام، يحصل له اورثوبنيا، دي معناها ان عند المريض عنده left ventricular failure. تمام. الباروكسيسم الكترونال دسنيا دي برضو نوع تاني تايب من الاورثوبنيا، دي اللي هو الدسنيا awakes the patient from sleep، يعني هني يبقى راح راح من النوم يصحى في النص ان هو مخنوق وعايز هوا وبسيفير بريسنس معاها كف ومعاها فروثي سبيت، برضو دي من manifestations of left ventricular failure. الشيست بين او discomfort لازم مهم جدا الهيستوري بتاعنا ناخد من الهيستوري كويس، لان اسباب الشيست بين دي كتيرة خالص. ممكن اي intrathoracic structures يجي منها الشيست بين دوت، ممكن نبقى حاجات ننقل اورطة بالمناري ارتي بروك بالمناري بلورا ميديستينوم ديفرام سوفيغس الديشز في النيك برضه سكن والثوراسيك ماسلز والسباين، كل ده ممكن حاجات سب ديافراجماتيك، كل الحاجات دي ممكن تبقى ريفليكتد ب تشيست بين، يعني ستومك وديدينم جول بلادر، كل ده ممكن يبقى ريفليكتد ب تشيست بين. لازم اناليسيز اللوكيشن راديشن بيسمع فين مكانه فين، الكرايتيريا بتاعته هل هو ستيتشنج ستابنج كومبريسنج، ايه الحاجات الاجرافيت فاكتورز اللي بتزود بين، هل ده بيزيد ليه ريليشن بالموفمنت، هل ده ليه ريليشن بالاكسرشن، ريليف فاكتورز ايه اللي بيخليه يرتاح، تايم ريليشن الدوريشن والفريكونسي والباترن اوف اكتنس بيحصل امتى، والاسوشيت فاكتورز ايه اللي بتيجي معاه، هل بيحصل مثلا مع فومدنج، هل بيحصل مع سنكوبال اتاك، هل بيحصل مع هايبوتنشن. ده الدياجرام ده يعني الديفرنشال دياجنوزيس اوف تشيست بين اكوردنج تو ذا لوكيشن، اشهر الحاجات يعني ريترو ستيرنال بين او انفراسكابولار ايبيجاستريك، كل المنطقه من دي بيحصل فيها ريفيرد بين او راديتنج بين دي سبيسيفيك ديزيز في ذيس اريا. ديما بروبر ديما دي برضو من المانيفستيشنز اوف كرونيك هارت فيل، طبعا ديما دي لها اسباب تانية كتيره غير الكارديك ديما، لكن احنا بنتكلم عن كارديو فاسكولار سيمتوم. دي manifestation of chronic heart failure وكده، دي توكسيسيف سولت اوت ريتينشن، بنلاقيها في الجماعه الناس اللي هم قاعدين في الانكل في الليك، بتزيد طبعا ممكن توصل لغايه اللور ابدومن، ممكن الركام بعد نلاقيها اوفر ذا سيكرم، ممكن تبقى بيتنج الا لو لونج ستاندنج ديزيز تبقى نون بيتنج اديما. اسباب البريفرال اديما في الهارت فيلير الكرونيك كينيت انسفشنسي، في الهايبر البيومينيما نقص الالبيون بيحصل ان الفلوز تبقى الفلو بيبقى اكسترا بوزيت تو ذا تيشوز، في النفروتوك سندروم والليفر ديزيز ليفر سيروزس والبروتين لوزنج انتروباثي، ان ما حصلش ابسوربشن للبروتين في الانتستين. بعض الدراجز زي ادويه الكورتيزون والمسكنات نان ستيرويد انتي انفلاماتوري الاس انهبيتورز اللي هم ادويه الضغط، او الادويه زي النيفيدبين اللي هو بينكريب الكابيلاري بيرميابيليتي. البالبيتيشن اللي هو خفقان او اللي هو امبليت اويرنس في الهارت بيت، يقول لك العيان يعني انا بحس قلبي زي المروحه او زي الحمام بيفرفر او بيرفرف، دي بتحصل اكوردنج تو ديس اوردرز في الكارديك ريتم في الريت، بيحصل لخبطه في الريتم وفي الريت. لازم برضو الهيستوري نشوفها هل ايزوليتد
ولا هي اتاكس تيجي ورا بعضها ريجولر ولا الليجولر، هل ليها علاقة بالاكسرسايز ولا لا، هل في اي سيمتومز تانية تيجي معاها ولا لا، لان بعض الاحيان بتبقى اسوشيت مع اتري فابريليشن، تذبذب الاذين او اتري فلاتر، ثيروتوكسيكوزس، انكريز ثيرويد سكريشن لو عيان عنده انيميا او انكزايتي ستيتس، برضو مع بعض الحاجات زي الاكسس فيوز للدراجز والسموكينج، الكوفي والتي، كميات الشاي والقهوة كتير، كل ده بيزود الهارت ريت ويعمل لي بالبيتيشن. برضو الأدوية زي الأمينوفلين ده كبرونكو ديليتر بنستخدمه في البرونكو الأزمة، ده برضو بيزود البالبيتيشن. تمام، برضو بعض الحالات ممكن تبقى منبوزة سيمتوس في الفيميلز مع فلاشز وسويت، ممكن تبقى انكزايتي لو عيان متوتر عنده يسمع خبر وحش يبقى عنده ايه انكزايتي ستيت، يبقى نورمال في الريت والريتم وحاسس بالبتيشن. السنكو sudden loss of temporal loss of consciousness، بيبقى loss في البوشرال تون وسبوتينيس ريكفري، يعني بيبقى دوخة كده وإغماء واحد، يعني no need for chemical or electric cardioversion. ده بيحصل due to sudden vasodilation or sudden fall of cardiac output or both، يعني بيحصل vasodilation blood vessel أو cardiac output بالمرة واحدة، وبيحصل مع بعض يحصل السنكوب والأتاك. الفتيج اللي هو التعب ده non specific common في البيشنت عنده impaired cardiovascular، عنده مشاكل impairment في الكارديو فانكشن بتاعته قليلة، بيقل الكارديو اوتبوت مع muscle weakness. برضه بعض الدراجز ممكن تعملها زي البيتا بلوكرز، ممكن اكسس بلود بريشر ريدكشن في البيشنت لو انا عنده ضغط برضه ونزلناه جامد برضه ممكن يحصل عنده. برضه لو احنا بندي دايوريتكس اكسس دايوريسيس برضه بتعمل هايبوكاليميا، برضه بتقلل تعمل ايه فاتيج. برضه بعض الاعراض التانية مع الكارديو فاسكولار سيمتوم زي النكتورنيا في الهارت فيلير، اناركسيا، ابدومينال فولنس، رايت ابر بين، ويت لوس او كاشيكسيا. الهارت فيلير، هتكلم هارت فيلير، عندي ليفت سايد هارت فيلير ده بيجي بالمونري كونجيشن. ليه؟ لان الليفت سايد ده هو ده ريفلكت عندي بالمونري سيركش بيب ديسنيا او سوبنيا باروكسيسمال نوكتورنال ابنيا يو تو بالمونري كونجيشن. الرايت سايد هارت فيلير ده جنرالايزد كونجيشن، بيبقى فيه الليفر كونجستد، في يوندس، في اسايتس، في بايلاترال لور ليمب اديما. الهدف من البيربز اوف سواسك سيرجري الحاجات دي، اما تو دايجنوز باي اندوسكوبي اور اوبن بايوبسي، تريتمنت اوف ديزيزز باي هنعمل ريسكشن او ريبليسمنت او ريبير للتشو اللي قدامي، لو عندي ستراكشر ديفورمنت هنعمل له ريبير، او عندي تروما هنتعامل مع تروما. دي اهم البيربز اوف سواسك، يعني كل السواسك سيرجري العمليات اللي بنعملها والمانوفرز اللي بنعملها تدخل فيها الاربع بوينتس دهيت. الكارديوسوفت سيرجري may be cardiac surgery for acquired heart disease ischemic or rheumatic، أو عندي لو congenital heart disease. في الفاسكولار سيرجري حتى الانيوريزم والأورتيك ديسكشن، أو الجينرال ثوراسيك اللي هي على الثوراسيك إذا رشيت سوول البلورا الميديستاينم اللانج البريكارديوم أو الأسوفيكس. الإنديكيشنز فور ثوراسيك سيرجري برضو يعني حاجات يا إما مالجنت ديزيز هنعملها دايجنوزس أو ريسكشن، او انفلاماتوري زي اللانج ابسس او بونكيكسز، التروما بانواعها، الديجنراتيف زي الانفيزيما تسبولي او الكونجنتال كونجنتال لوبر انفيزيما او كونجنتال دايفراجمات كارنيا او اي كونجنتال انوملي موجود عندي في السوركس. ثانك يو.